الوقفة رقم كام حضرتك؟ 35. واحنا بنيجي، يعني انا مش عارف المسؤولين ليه مش عايزين يقفوا معانا، وليه مش عايز حد يتضامن معانا او حد ينصفنا او يجيب لنا اولادنا وازواجنا. يعني هل احنا لازم، يعني هل احنا عشان شوية حريم واقفين لحالنا، حريم محترمين ما بنتكلمش او ما بنشتمش او ما بنكسرش او ما بنحرقش زي بعضنا، عشان كده متهاونين بينا؟ انا بقول لهم يعني حرام عليكم، اتقي الله فيكم، انتوا داخلين على ايام مفترجة، يعني عندكم عيد، احنا ما عندناش عيد، احنا بيوتنا يعني كئيبة، بيوتنا حزينة، احنا ما بننامش. حضرتك شايفة في ضوء التعنتات بتاعت وزارة الداخلية السعودية او المصرية على السواء، شايفة ان التعنت اكتر من مرة، او انتوا جيتوا هنا كتير وما فيش اي نتيجة لغاية دلوقتي، ايه الخطوة القادمة اللي انتوا بتنووا ان انتوا تعملوها؟ الخطوة القادمة ان احنا ان شاء الله هنقوم محاميين بس، وهنصعد الموضوع دوليا. برأي حضرتك ليه وزارة الداخلية متعنتة مع قضاياكم؟ مش عارف، يعني احنا بنسألهم مش عارفة ليه، يعني هم سجونهم ناقصة ناس ولا المصريين عاملين لهم ايه؟ يعني دول محطوطين عندهم بدون قضايا، بدون هم ما عندهمش رد يردوه، مفيش، هم حابسين الناس عندهم بدون قضايا بدون تهم، فما عندهمش حاجة يقولوها، هيقولوا ايه؟ فبنقول لهم اتقوا الله وخرجوهم، حرام عليكم، دول عوائلنا، يعني اللي انتوا اللي مسجونين عندكم دول العوائل بتوعنا، انا ابني هو العائل بتاعي. حضرتك هل تتوقع ان استمرار الوقفات الاحتجاجية عند السفارة السعودية او عند الخارجية ليها اثر ايجابي في قضاياكم؟ احنا بنقول يا رب، ما قدامناش الا ربنا، بندعي ربنا واقفين على بابه، يمكن هو يعني كل البيبان اتقفلت في وشنا واخدنا بكل الاسباب وكل وسلكنا كل السبل، ما فيش قدامنا غير باب ربنا. أم مصطفى، لو ابنك ما كانش معتقل وكان متواجد في فترة السنوات اعتقاله دي معاكي هنا، كان ايه اللي ممكن يحصل؟ كان اللي يحصل حاجات كتير، ان كان بيتي هيبقى مفتوح، انا هبقى بصحة كويسة، انا هبقى بنفسية كويسة، انا بيتي اتخرب لان ابني هو اللي بيعولني وهو اللي بيعول اخوه اللي اصغر منه، وانا ماليش دخل تاني، وكان كون نفسه وكان خطب كان اتجوز زيه زي اي شاب في الدنيا، فحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، عشان شاب عمره بيضيع تحت الارض ليه وعلشان ايه انا مش عارف. حضرتك ايه الكلمة اللي تحبي توجهيها للمستمعين للفيديو اللي شايفيننا دلوقتي؟ انا بقول لهم يعني اقفوا معانا، احنا مسلمين زي بعض، احنا بني ادمين، ليكوا اولاد بتحسهم، ليكوا قلوب، فاتقوا الله، اتقوا الله وتعالوا يعني انصروا المظلوم، فكوا العاني، اقفوا معانا وقفوا جنبنا. شكرا. انا كان ابني اسمه محمد اشرف من بابي عمر، محبوس في وادي في تورا مزرعه، ماشي، ما كنتش بروح له زياره، جيب بعد كده لما عرفت ان ابني مات. كان ايه سبب الحبس؟ انا كان التزوير، ماشي، ابني هرب مع اللي هربوا بس ما روحش البيت، مسكوه وهو ماشي ودوه الترة، ماشي، جه بعد كده ابني قعدت برضك فتره ما رحلوش زياره، جه بعد كده ايه، بعد 20 يوم كده قالوا لي ابنك مات، دخلت اشوف ابني، انا الضابط حددني لو اتكلمت ولقيت ابني مضروب. هو الضابط مين؟ الضابط اسمه محمد بس مش عارف محمد ايه، قال لي لو اتكلمت انا مش هديك ابنك ومش هطلعه معاه، وانا شفت ابني في الثلاجه مضروب وما رضيتش اتكلم عشان خاطر ابني ما يتبهدلش في قلب السجن، وطلعته من السجن، بس الظلم ويأدبوهم ويضربوهم جوه السجن ويدخلوه تأديب. حضرتك اشتكيتي او رحتي لأي؟ اشتكي لمين؟ اشتكي لربنا، هو سبحان الله وتعالى خلاص لنا حقنا من الظلم بتاع السجون والتأديب، ويدخلوهم تأديب وبالتلات اسابيع وبالشهرين وبالتلاتة بيأدبوهم هناك في السجن. اقول لمين؟ اقول يا رب، ما بقولش غير يا رب. ابني عنده 24 سنة ويتضرب ويموت من السجن، فين الثورة اللي احنا عملناها؟ فين؟ عاملينها عشان ايه؟ عشان حسني مبارك؟ عشان مين؟ ما يعملوا للسجون اللي هم بيضربوا الناس وغريبني ويدخلوهم ويضربوهم وتأديهم ويموتوهم، وهددني الظابط لو دخلت وعملت حاجة مش هيطلع ابني معايا، اشكي لمين بقى واقول يا مين؟ اشتكيت لربنا، ابني ميت بقاله 20 يوم. وحزب الله ونعم الوكيل، لا بنقولش غير اكتر من كده.
يمنعوا بقى التأديب في السكون والحاجه زي كده، ما هم بيسجنوا خلاص، كفايه عليهم السجن، مش تأديب كمان 3 أسابيع. حضرتك ما بتنويش ان انت ترفعي قضيه او تعملي اي حاجه؟ اعمل ايه؟ انا واحده غلبانه، انا سبت حق ربنا، بس انا بقصدي لصوتي لاي حد هناك اللي ما يخشش التأديب، زي ابني ما مات، زي غيره ما هيموت، زي غيره ما هيموت، ما يدخلوهمش التأديب، وهم كده كده بيتحاسبوا، دول عاملين زي الفيران وبيضربوهم، مش بني ادمين. هيقول لي حزب الله ونعم الوكيل، مش هقول اكتر من كده.